نقدر نقول اكثر من 60% او 70% من الاقتراحات اخذت بين الاعتبار وتقريبا سجلت معظمها. فيها ولكن بعض التوجيهات قلنا ان هذه العمليه تاع لي زوبيراسيون بي سي دي تكون انيويل، يعني لازم المشروع ينتهي خلال السنه، لازم تكون دراسه في معظم المشاريع. وقلنا ايضا ما يمهوش يمكن نسجل مشاريع وبعد مده نعاود ايضا عمليه الحفر. قلت على كل حال من خلال الاقتراحات اللي قدمت حوالي 343 مشروع لكل بلديه، يعني 60 بلديه. وهذه الاقتراحات راهي تصب معظمها في قطاع الموارد المائيه، يعني قطاع الري اللي خذا الحيز الكبير.